طبعا بكل تأكيد كلنا متابعين زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط، حتى يعني يحاول التواصل مع جميع الدول والأطراف التي من الممكن أن تتوسط لتهدئة الحالة في فلسطين بشكل عام. كان في لقاء مهم جدا امبارح جمع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وفي رسائل كتيرة جدا أرسلها الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية بل لكل دولة بتدعم هذا الكيان، هنشوفها من خلال طبعا هذا اللقاء. أهلا وسهلا بك ورحب بيك، أنا عارف إن أنت دي آخر محطة بجولتك الكبيرة وده جهد كبير قوي أنت بذلته، واسمح لي أقول لك إن الأزمة اللي بتمر بمنطقتنا هي أزمة غير مسبوقة، بتحتاج مننا إن إحنا نعمل بقوة وبعزيمة من أجل احتوائها والحد من تداعياتها. لكن المهم قوي إن أنا أبدأ كلامي بنقطة في منتهى الأهمية، نحن نندد ونرفض تماما المساس بالمدنيين، أي مدنيين، وده موقفنا وده الدور اللي احنا حرصنا عليه خلال سنين طويلة جدا منذ اتفاقية السلام بين مصر واسرائيل، وكانت مصر بتكون بدور ايجابي جدا جدا في كل الازمات اللي اشتعلت. احنا بنتكلم النهاردة على خمس جولات من الصراع ما بين قطاع غزة وما بين اسرائيل. مهم هنا ان احنا نذكر الحقيقة امر في منتهى الاهمية، في الخمس جولات من الصراع دول سقط من المدنيين من الجانبين الأرقام اللي أنا هقولها لي، وأنا بذكرها من باب إن إحنا نبقى قد إيه تأخرنا في حسم وإيجاد حل لهذه الأزمة هيترتب عليه سقوط المزيد. في خلال الخمس جولات دول سقط من الفلسطينيين 12500 فلسطيني من المدنيين، من الجانب الإسرائيلي سقط منهم 2700 منهم 1500 اللي سقطوا في الأزمة الأخيرة. اللي أنا بقوله دي بيانات موجودة ومتاحة للجميع. فيما يخص الأطفال أو المصابين، قبل ما أتكلم على ده، سقط من الفلسطينيين 100,000 مصاب ومن إسرائيل 12,000 مصاب. من الأطفال سقط 2500 طفل فلسطيني وسقط من إسرائيل 150 طفل. أنا بقول الكلام ده دلوقتي معالي وزير الخارجية لأن إحنا الأزمة اللي موجودة أزمة كبيرة جدا، ورد الفعل اللي موجود أتحسب إنه يتجاوز رد الفعل حق الدفاع عن النفس من جانب إسرائيل ويتحول إلى عقاب جماعي لقطاع غزة اللي فيه 2.3 مليون فلسطيني. صحيح ما حدث من 9 أيام كان كتير وصعب، مفيش كلام، وإحنا ندين مفيش كلام، لكن ايضا لازم نعرف ان في عباره عن تراكم من حالات الغضب والكراهيه ترتبت على مدى اكثر من 40 سنه، ان مفيش افق لايجاد حل للقضيه الفلسطينيه تعطي امل للفلسطينيين. يمكن حد يسال هو ده وقت الكلام في الموضوع ده ولا الكلام على ايجاد مخرج للازمه الحاليه؟ احنا بنقول ده عشان نأسس على جهدنا وحركتنا المطلوبه لايقاف تطورات الأزمة دي اللي ممكن يبقى لها تداعيات على منطقة الشرق الأوسط كله. احنا بنبذل جهدنا اولا لاحتواء الموقف وعدم دخول اطراف اخرى الى الصراع. معالي وزير الخارجية بلينكن، انت تحدثت وقلت انك انسان يهودي، وانا اسمح لي اقول لك ان انا مواطن مصري نشأت في حي جنبا الى جنب مع اليهود في مصر، ولم يكن ابدا يتعرضوا اي شكل من اشكال القمع او اي شكل من اشكال الاستهداف، وما حصلش في منطقتنا العربية والإسلامية أن تم استهداف اليهود في تاريخهم القديم والحديث. يمكن اللي حصل استهداف يمكن في أوروبا، يمكن في أسبانيا، يمكن في دول أخرى، لكن في بلادنا العربية والإسلامية ما حصلش. لا، أنا بقول ده دلوقتي وبسجله هنا لأن الموجة اللي اتشكلت في أعقاب الأزمة موجة ضخمة جدا، وإحنا محتاجين إن إحنا نتحرك وبقوة وبعزم زي ما ذكرت لكم. مهم جدا جدا ان احنا نخفض التوتر وايضا نيسر دخول المساعدات الى قطاع غزة، لان النهاردة احنا بنتكلم على قطاع محاصر، لا في مية ولا في كهرباء ولا في وقود، والنهاردة ابتدت في أزمة خبز تتداعي. انا بقول الكلام ده لان احنا محتاجين نسمع الكلام ده من بعضنا، انتوا موجودين هنا في المنطقة عشان تسمعونا احنا
المعنيين بالقضية والعالمين إلى حد ما بأسباب الأزمات دي، لماذا قتل السادات ولماذا قتل رابين ومين اللي قتلهم؟ المتطرفين. فاحنا محتاجين نعمل سويا. عايز مش عايز اقول عليك مرحب بيك اهلا وسهلا بالوفد المرافق دي، وان شاء الله يكون لقائنا ده فرصه كبيره جدا جدا وقوه دفع الى ايجاد حل للازمه الحاليه. Thank you very much, Mr. President. As always, it's good to see you. Pleasure. I wish it were under different circumstances. Please. I come first and foremost as a human being. Yes. A human being like so many others, appalled at the atrocities committed by Hamas. It's hard to find the words to describe them. But inhumane is a good place to start. We're determined to stand against Hamas and what it has done, and to make sure that it can't happen again. We're determined to stand with and for innocent civilians who suffer primarily as a consequence of what Hamas has done on all sides. We come to work together as well to ensure that this crisis, this conflict doesn't spread to other places. And we come to think together about a way forward for everyone that is positive, affirmative, the contrary of the vision that Hamas has, which is simply terror, destruction, murder. What we've seen these last days, I think, makes clear that there really are two paths for this region. And one is the path of greater integration, normalization, collaboration, affirmation of the rights of Palestinians, and working together in common purpose, common benefit. That's one path. The other path is the one that's offered by Hamas. A path, as I said, that offers nothing but death, destruction, terror, nihilism. I think the choice is very clear. The challenge is for us to work together to put everyone clearly, affirmatively, on that first path. We know that that's what the overwhelming majority of people in this region want. It's certainly what we believe they need, and I'm grateful for the opportunity to consult with you about the challenges we face in the immediate, but also on a path forward that brings us to a better place. زي ما تابعنا مع حضراتكم هذا اللقاء، لقاء سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن. طبعا كلمة قوية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويمكن أكد خلالها أن صناعة أو الإرهاب ليس صناعة عربية، وأن يمكن ما تعرض له اليهود ليس صناعة عربية أيضا. وفي كلمة لأنتوني بلينكن تحدث أنه يجب ضمان حماية المدنيين، وشدد بالقول أنه يجب أن نصل إلى سبيل للمضي قدما نحو التهدئة. أكد أيضا أنتوني بلينكن على أهمية حصول الفلسطينيين على حقوقهم، وكمان بالمناسبة أشار أنه يعني أننا نحاول على لسان طبعا أنتوني بلينكن أننا نضع آلية مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل لإيصال المساعدات لمن يحتاج إليها، وأكد أن المساعدات ستعبر من مصر إلى قطاع غزة للفلسطينيين. وفي أيضا تصريحات أخرى أدلى بها أنتوني بلينكن في مطار القاهرة قبيل المغادرة، أكد المساعدات ستعبر من مصر إلى قطاع غزة، وأكد كمان أنه سيعود إلى إسرائيل للمشاورات هناك. وأيضا أكد أن زيارة أنتوني بلينكن للشرق الأوسط هي هدفها بكل تأكيد منع توسيع رقعة الصراع. أعتقد أن هذا اللقاء هو لقاء هام جدا. النبرة المصرية كانت نبرة قوية ونبرة تتحدث عن الحق الفلسطيني في أنه تصل إليه المساعدات، وأكد أيضا أنه يجب وقف إطلاق النار، وأكد أيضا على أنه حماية المدنيين واجبة.